رح نرجع لجو الزواج والحب. هلا خبرينا كيف تعرفتي على زوجك داني متري؟ خبرينا بدقيقتين. لا بدها حلقه هاي. مختصر مفيد انه تعرفت عليه وقعدنا سنين طويله رفقه. يعني انا داني بعرفه صار لي 15 سنه. واو. اي سو كنا رفقه وانتيم، يعني كنت خبره عن اخباري وعن الشباب وهو يخبرني. وبعدين تطورت العلاقه ولقينا انه ما بقى عم نقدر نعيش بلا ما نشوف بعضنا كل يوم. هو كان عايش بامريكا. هو عايش بامريكا وبعدين صرنا نقضيها على السكايب وهالاشياء. وبالطياره. وبالطياره. اي وسفره امريكا مش هينه. 100%. شوي شوي تطورت علاقتنا ولقيناها راحت على مسار تاني، على مسار تعلقنا ببعضنا، حبينا بعضنا، شفته اب صالح لاولادي ومشان هيك تجوزته. الله يخليكم لبعض. فتره بلشت تخفي وجه ابنك الكبير جايدن وبتبيني وجه ديف يلي هو ابنك الصغير. ليه؟ بلشت اخفي وجه جايدن من يوم ما جايدن فات على الجاردوري. لانه ومن بعد ما بلش يصير الملامح تبعوله واضحه. هلا هن وصغار البيبيات كلهم مثل بعضهم، كله بيشبه بعضه، بس لما يصير ابنك بده يطلع على المجتمع يقابل ناس، ليش بده يحطه بموقف حرج؟ يصيروا يدلدلوا عليه ويعرفوا، بعدين هم مش فاهمين شيء، يصير انه ليش عم بيعاملوني بطريقه مختلفه؟ ويمكن هو بس يكبر يقول لي مين قال لك انه انا بدي انزل صوري؟ ومين قال لك انه انا بدي انشهر؟ انا ما بحب، يمكن هو يطلع مثل بيه وما بحب. يمكن يطلع مثلك. يمكن يطلع مثلي، ما حدا بيعرف. ابنك حدا كثير موهوب. مزبوط مزبوط. فعن جد ما بعرف، بتركه ليكبر شوي، هو بقرر عباله يتصور ولا لا. كيف توصف الموهبة اللي عنده إياها جايدن؟ بتخوف. بتخوف. موهبته بالموسيقى. بالموسيقى مش بالغنى ولا بالرقص، موسيقى. السؤال رقم 22. السؤال رقم 22 هو سؤال باللون الأحمر، سؤال من الزميلة الإعلامية باتريسيا هاشم. باتريسيا بتسألك، من عائلة متواضعة ووالدين منفصلين، قد ايه هالشيء أثر على مريم الطفلة ثم المراهقة سلبا؟ وقد ايه أثر على عائلتها الصغيرة اليوم؟ وهل ثراء اليوم بيعوض عن الماضي؟ أول شيء بدي أقول بونسوار للإعلامية باتريسيا، وسؤالك كثير حلو. نوجه لها تحية. أكيد. كنت قلت قبل شوي كل اللي قطعت فيه بحياتي خلاني أكون اليوم أنا هيك. أنا جاية من عائلة متوسطة مثل أغلبية العيال اللبنانية يلي للأسف هلأ بطلوا موجودين. عم ببطلوا موجودين. أهلي ما حرمونا ولا يوم من ولا شيء. يعني أنا ما بتذكر يوم من الأيام بدي عبالي فستان أو سكربيني جيبها ما جبتها، خاصة ماما يعني تقتل حالها لتأمن لنا اللي بدنا إياه. ما بتذكر عبالي أظهر ظهرها ما قدرت ظهرتها، بس بنفس الوقت ما كنت عايشة اللوكس يلي ولادي هلأ قادرين يعيشوه. بس مش حيالله لعبة بدهم إياها رح يحصلوا عليها ولادي، ومش حيالله ظهرة بدهم يظهروها رح يظهروها. ونحن كل ليلة أنا وجايدن منصلي ومنشكر ربنا على النعم اللي عطينا إياها، وعلى نعمة الشغل إنه نحن منشتغل منطلع مصاري لنقدر نعيش، بينما في عيال منا قادرة تشتغل. هيدا يعني شيء أساسي أنا بحب أعلمه لأولادي لحتى ما أحس يوم من الأيام حسهم بطرانين. ما بحب، لأنه يعني أنا ما عشت هيك. غير شي فيك الغنى؟ غير شي فيني؟ لا. ريحني أكتر أكيد. المصاري بتريح، بس المصاري ما بتجيب سعادة. ولا أوعى حدا إنسان يفكر أنه المصاري هي اللي بتجيب السعادة أبدا. وانفصال ماما وبابا هذا الشيء أنا ما عمل لي عقدة، بالعكس كنت حاسة هذا الشيء ضروري أنه يصير وصار. وانا هلا اكيد بشتغل لحتى اكون عم بعمل عائله مثاليه، ولا يوم من الايام نوصل
نفكر بالانفصال أنا وداني. إن شاء الله بتضلكم مع بعض لآخر العمر.